السؤال الثاني تقول: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟ الأوقات التي تكره الصلاة فيها المواقيت الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس. فهنا إذا طلع الفجر لا يصلى نافلة إلا ركعتي الفجر، النافلة القبلية التي قبل الفجر تصلى بعد طلوع الفجر، وأما ما زاد عن ذلك فلا يصلى إلى أن ترتفع الشمس. والوقت الثاني حين تقف الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا لا يصلى فيه وإن كان وقتا قصيرا، يعني قبيل الظهر، قبيل دخول وقت الظهر. نعم نعم. والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاثة مواقيت على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فهي خمسة، خمسة مواقيت: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد الرمح، وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول، ومن بعد صلاة الفجر العصر إلى أن تقرب من الغروب، ومن تضيفها للغروب إلى أن تغرب، هذه خمسة. هذه خمسة. نعم. وبعضهم يضيف وقتا سادسا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. نعم. طبعا هذه الأوقات يعني تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاء فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات؟ نعم، الفريضة تقضى فورا تمكن الإنسان من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي، ليس لقضائها وقت نهي، خلاف النافلة. نعم.